تصاعدت على شكل احتجاجات شبه دورية ولا تزال فصولها مستمرة. الحكومة تقول إنها لجأت إلى نظام التعاقد من أجل التقليل من كتلة الأجور، معتبرة أن كتلة الأجور زادت من حدة الضغط على الميزانية. يدرس مادة اللغة الفرنسية منذ عام 2016 عز الدين، عضو المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم، واحد من بين قرابة 85 ألف أستاذ فرض عليهم التعاقد كما يصنفون أنفسهم، يتشبثون بمطلبهم الرئيسي المتمثل في إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية بهدف تحقيق الاستقرار المهني. في المهنة ديالنا غير مستقرين، يعني مهددين دائما بالطرد، وزيد على ذلك أنني لازلت أقبع وباقي الزملاء من الأساتذة والأستاذات الذين فرض عليهم التعاقد في الرتبة الأولى بعد 4 سنوات من العمل، وهذا يعود سلبا بالنفسية على أي موظف، لأن كنعرفوا أن الموظف دائما يسعى إلى الرقي، ومن أبرز الرقي هو التدرج المادي أو التدرج الإداري والاستقرار المادي والنفسي. لا يزال ملف الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين بالأساتذة المتعاقدين معلقا وفق تصريحاتهم، رغم تخلي الحكومة عن نظام التعاقد في قطاع التربية الوطنية واعتمادها لنظام التوظيف الجهوي. الملف المطلبي ديالنا واضح، أوله هو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ومدرسة عمومية مجانية لجميع أبناء المغاربة. نطالب بإدماجنا في صندوق التعاقد، في صندوق عفوا التقاعد السمر. يستعد هؤلاء الأساتذة لخوض معارك نضالية جديدة إلى حين استجابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمطالبهم والحصول على حقوقهم التي يقولون إنها حقوق مشروعة. نحن مقبلون في الأيام المقبلة على خطوة نضالية مهمة، مسيرتي الأقطاب بكل من الدار البيضاء وكذلك أكادير، يوم 26 يناير 2021، وبعده سيكون مجلس وطني للتقرير في خطوات نضالية مستقبلية على جميع الأصعدة، يعني احتجاج ميداني، احتجاج على مستويات مختلفة، ما دام أن الحكومة المغربية وأن الوزارة لم تستجب لمطالبنا العادلة والمشروعة. بالمقابل وخلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، رد وزير التعليم جوابا على سؤال يتعلق بملف الأساتذة المتعاقدين والمشاكل التي يعانون منها بالقول إن الملف في طريقه إلى التسوية النهائية باستثناء نقطتين ينتظر الحسم فيهما. واليوم الحمد لله بقاو جوج ديال النقاط اللي في النقاش. النقطة الأولى اللي كتتعلق بالحركة الوطنية، واليوم في إطار استقلالية الأكاديميات طلبنا من السادة المديرين الأكاديميات باش يديروا لنا واحد المسطرة ديال التبادل بين الأكاديميات في حالة كانت بعض الوضعيات اللي فيها استثنائية. بالنسبة للمعاش حنايا كنشتغلوا مع وزارة المالية، وإن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة غادي يكون تسوية ديال هذه الوضعية. ويرى مراقبون أن ملف الأساتذة المتعاقدين يجب أن يتم الحسم فيه بعيدا عن أي توظيف سياسي أو انتخابي يروم خدمة بعض الأجندات الحزبية، بخاصة في ضوء اقتراب موعد الانتخابات التشريعية. فاطمة البكاري، الحرة، الرباط. معنا الآن عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الأستاذ عثمان الرحموني. صباح الخير عليك أستاذ عثمان. يعني لو أمكن لك أن تجمل لنا في البداية في نقاط واضحة المطالب الأساسية التي خرج من أجلها المعلمون المجبرون على التعاقد، وهل اختلفت عن المطالب السابقة؟ وأيضا هل لديكم تصور للخطوات التي يجب على الحكومة اليوم اتخاذها؟ صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا بكم، أشكرنا على الاستضافة. إذن نحن في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد نعلن مطالبنا واضحة بإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية وليس
في نظام التشغيل بتعاقد أي نظام التشغيل مع الأكاديميات الجهوية. عندما نقول تحدث باسم إلى الأكاديميات الجهوية على شكل إعانات، إذن فالدولة اليوم أو الوزارة أو الحكومة وكل المتدخلين في القطاع التربوي التعليمي وفي المنظومة لا يكترثون لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وما زالوا ينهجون سياسة الأذان الصماء والهروب إلى الأمام وعدم استجابة والاكتراث لمسار 100 ألف و2000 أستاذ وأستاذة مفروض عليهم التعاقد دون تقديم أي إجابة في حل أو في الاستجابة لمطالبهم المرفوعة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة ومساواة مع باقي زملائهم الموظفين ما قبل 2016. يعني أستاذ عثمان، لماذا لا يوجد إجابة فعلية لهذا الموضوع؟ يعني نتحدث أنه تم اعتماد المغرب لنظام التعاقد عام 2016، وأنتم تقولون أنه البلد تحولت إلى سجن كبير يتم فيه تكميم أفواه المغاربة وانتهاك حقوقهم في الاحتجاجات والإضرابات وحتى التظاهر السلمي. لماذا تتهمون الحكومة بسرقة أجوركم؟ نعم سيدتي، في سؤالك شقين. الشق الأول، لماذا لا تستجيب الدولة؟ بطبيعة الحال الدولة أو دول التبعية للمؤسسات المالية الدولية، للصندوق الدولي للنقد، للمؤسسات الأوروبية للتمويل، لكل هذه المؤسسات ودوائر المال العالمي تفرض شروطا وتوصيات على كل الدول التبعية لخصوصة كل القطاعات الحيوية، وبالتالي المغرب من ضمن هذه الدول التي عادت إرادة شعبها واتجهت نحو خصوصة كل هذه القطاعات. فنحن عندما نقول اعتماد التوظيف بالتعاقد من داخل التعليم عبر تفويت صلاحيات، يعني تحمل الكلفة اللي كانت تحملها المركز، يعني الإدارة العمومية الوزارة هنا أقصد، وتحويل هذه المسؤولية إلى مؤسسات عمومية اللي هي الأكاديميات الجهوية. فالهدف من هذا التحويل الاستقلال المالي والإداري لهذه المؤسسات هو منحها القدرة على بيع خدماتها في المستقبل، ومن ثم خصصة التعليم. وبالتالي هذه استراتيجية للدولة لبيع كل الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم، وهي لا تريد أن تتراجع عنها. فبالتالي طيب، التعاقد يعتبر هو البوابة إلى خصصة التعليم. طيب ماذا هذا الشق إذا الأول ما استمرت في الإجابة؟ الجهات المعنية في رفض مطالبكم، خاصة وأن المغرب يعاني من أزمة اقتصادية حاليا، هل تنوون التصعيد بأي شكل من الأشكال؟ نحن في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد منذ 2018، ونحن نخوض معارك بطولية في نضالاتنا، نضالات سلمية نعبر فيها عن رفضنا لهذا النمط من التشغيل، نعبر فيها عن تشبتنا بملفنا المطلبي القاضي بإدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية في نظام الوزارة وليس في نظام الأكاديميات كما تشاء الدولة تسميتنا. إذن فنحن نطالب بإحداث مناصب مالية. ما لم يتحقق هذا الأمر فإن نضالاتنا مستمرة في الزمن والمكان حتى انتزاع هذا المطلب. لذلك قلنا بأن الدولة تقابل كل احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالقمع والتنكيل ومحاولة استغلال كذلك ظروف الطوارئ الصحية لتصفية الحسابات مع كل الحركات الاحتجاجية وعلى رأسها الحركات الاحتجاجية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. نحن عازمون على مواصلة درب النضال، درب الشهيد الذي راح ضحية نضاله ضد هذا المخطط، ضحية نضاله من أجل المدرسة العمومية، ونحمل المسؤولية كاملة في اغتيال الشهيد عبد الله حجيلي الذي خرج مع ابنته للدفاع عن مطالب عادلة ومشروعة، وهي المطالب التي يكفلها الدستور المغربي
المغربي الوظيفة العمومية من بين المطالب التي يكفلها الدستور المغربي. نعم. كذلك الحق في الاحتجاج والحق في الإضراب، وهنا أشير إلى الفصل 29 من الدستور المغربي الذي يكفل هذا الحق، لكن نعم. في الواقع نجد بأن الدولة المغربية تقابل طيب. كل هذه الاحتجاجات التي هي احتجاجات سلمية بالعنف والتمادي في استخدام العنف في حق المحتجين. شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأستاذ عثمان الرحموني، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن شرقا إلى مصر لنتابع الطاقم الطبية بشكل عام. أصحاب الأمراض المزمنة والمناعية وكبار السن.